أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع. وخلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة المشكلة لضبط الأسواق وأسعار السلع، أشار مدبولي إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال عدد من الآليات لمواجهة هذه السلوكيات، سواء بزيادة المعروض من السلع وعلى رأسها السكر أو ضبط مخالفات عدد من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معها بحسم وفقا للقانون. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه الوحدة يعكس قدر اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير من عام 2024، مشيرا إلى أهمية التقرير الذي يستعرضه هذا الاجتماع في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس. استقبل وزير البترول طارق الملا سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز وخفض الانبعاثات. وأكد الملا أن قطاع البترول على أتم استعداد للتعاون مع الشركات السلوفاكية في العديد من المجالات وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات وسط مواصلة المستثمرين توخي الحذر قبل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من تحالف أوبك بلس، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المصانع الصينية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى $83.95 للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.16% مسجلة $78.76 للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى $2.84 لللتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.11% لتسجل $2.84 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت مدينة نوتنغهام التاريخية الواقعة في وسط إنجلترا الإفلاس، وتوقفت بموجب ذلك على الإنفاق وعن سداد التزاماتها المالية، لتكون بذلك ثاني مدينة في بريطانيا تعلن الانهيار المالي بعد برمنغهام التي كانت قد أعلنت الإفلاس قبل شهور قليلة. وأعلن المجلس المحلي لمدينة نوتنغهام إفلاسه بشكل أساسي، بما يعني أنه سيتعين عليه إيقاف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها بموجب القانون.